مقال اليوم للكاتب علي السويد بصحيفة شمس. في فقرة المقال التي حظيت بقراءة وتفاعل هذا اليوم، تم اختيار مقال الكاتب عبد العزيز السويد الكاتب في صحيفة شمس، والتي كان عنوانها وماذا بعد الاجتماع؟ أن تصل متأخرا خير لك من أن لا تصل أبدا، هذا ما ردده الشارع النصراوي بعد الاجتماع الأخير، وما لمسته من خلال الشعور المتفائل الذي ساد في الأوساط النصراوية بمختلف شرائحها. قبل ذلك هدوء إعلامي متوقع لأن الرياح لم تجري كما يشتهي، ولكن السؤال الأهم الذي يطرحه أغلب من قابلت: هل سيتوقف أعضاء الشرف عند أطلال هذا الاجتماع والتغني به في مقبل الأيام؟ وانتقل في حديثه من النصر للهلال قائلا: بعد أن تم قفل الملف إيمانا من قبل لجنة الانضباط، فإني من المؤيدين والشادين على يد الإدارة الهلالية ومعي الكثير من الرياضيين بأن تتقدم بشكوى عاجلة من أجل أخذ حق اللاعب إيمان القانوني على فرضية أن الصورة مفبركة بناء على كلامه، ذلك لأن اللغط كثر ما بين مصدق ومكذب لما حدث، وتقديم الشكوى بالتأكيد سيقطع الشك باليقين في هذه الحادثة بالنسبة على أقل تقدير إلى الإدارة الهلالية لصدق اللاعب أو كذبه، فإن كان صادقا فهو رد حق أدبي ومعنوي للنادي واللاعب، وإن كان كاذبا فيستفيد النادي عندما يخصم من اللاعب كعقوبة حسب اللوائح. وأضاف: ما فعله اللاعب حسين عبد الغني بعد مباراة النصر والفيصلي وضربه بالكوع لحارس الفيصلي يجب أن يعاقب عليه من قبل لجنة الانضباط أولا، ومن قبل إدارة النصر ثانيا حسب اللوائح الداخلية، فهو تصرف غير مسؤول وقد يضر بالفريق في المباريات المقبلة. كان هذا مقال الزميل عبد السويد بصحيفة شمس. خلونا